لسه ردود الافعال بعد مباراه القمه ال 120 ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي لسه مستمر، ومن بين يعني هنتكلم عليها وهنيجي على الامور والاخبار اللي جايه من لجنه التخطيط في النادي الاهلي وقرارات كابتن محمود الخطيب، هنقف عندها. ولكن قبل ما نروح لده ونشوف مين المسؤول وايه دور لجنه التخطيط وهتصلح ايه ومش هتقدر تصلح ايه في الفتره اللي جايه، ولكن نقف بس عند ملاحظه رصدناها ولقيناها على السوشيال ميديا النهاردة منتشرة بشكل كبير، هي الفبركة، هي التشويه، هي الكذب اللي احنا بنحاول مع حضراتكم ان احنا نبينه ليكم ما بين كل حلقة والتانية ازاي بيتم التلفيق وبيتم رمي الناس بالباطل. جريدة الوطن من الجرائد المحترمة، من المصادر الإخبارية المحترمة المتزنة العاقلة الرشيدة. فالمنشط بتاع الوطن بعد القمة وهزيمة الأهلي 3-1 أمام الزمالك، المنشط كان إيه؟ الزمالك فسح الأهلي، وفسح دي بلغة الكورة دي كلمة معروفة، يعني عادي لعيب رقص لعيب وفرشه على الأرض بيقول فسحه، ويمكن فسح دي عشان الأتوبيس اللي كان القصة اللي كانت من كام شهر دي. ولكن ادي المنشط، منشط جميل، منشط حقيقي، ده اللي انا كاهلاوي فعلا يعني ما زعلنيش. ولكن هنا بقى الكذب بقى يدخل بقى في الموضوع، لما تلاقي يتعدل بالفوتوشوب، يتعدل المنشط الزمالك فسح الاهلي، تتشال الشده الموجوده على السين ويتحط مكان الشده 3 نقط ويتحط نقطه فوق الحاء، فتبقى لفظ اخر خادش للحياء. والحقيقه يعني الوطن ومجلس اداره الوطن ورئاسه تحرير الوطن يعني اكبر من هذا بكثير يعني وارقى من هذا بكثير، وده كذب وافتراء بين. معانا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير رئيس تحرير جريده الوطن الاستاذ محمود مسلم. استاذ محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا عمرو، ايه ازاي حضرتك؟ احنا الحمد لله من حظنا ان احنا مع مذيع كروي فعارف كلمه فسح يعني لا العفو يا استاذ محمود. لا والله حتى لو مذيع مش ما حتى ملوش علاقه بالكوره، فاي واحد متابع للوطن هيدرك تماما ان دي ليست من مفردات اطلاقا الصحافه الموجوده في الوطن، مش مجامله ولكن دي حقيقه يعني. ولكن لا. عايز تعليق حضرتك على الكذب ان يتعمل فوتوشوب يعني يتحط اربع حروف اربع نقط. احنا متعودين على ده دايما، يمكن في السياسه يعني في السياسه دايما بيتاخد بوستات وتتغير يتعمل عليها فوتوشوب للاساءه للشخصيه للاساءه للبلد للاساءه للنظام غير ذلك. واتعودنا عليه شويه للرياضه، الرياضه احنا امام حاله من التعصب الاعمى وحاله من الاستقطاب موجوده بقى لها فتره، واحنا عارفين ان الزمالك والاهلي ومعظم الانديه المصريه بقى كمان عندها لجان الكترونيه فزودوا. يعني اذا افترضنا ان الموضوع حد عمله فهو يقصد اكيد ان هو يقع ما بين الجمهورين الكبيرين الاهلاويه والزمالكاويه، ويقصد ايضا الاساءه لجريده الوطن. لكن انا باكد لك ان احنا لدينا كود اخلاقي طبعا معنا من ممارسه هذا الكلام، الامور بيتم مراجعتها بدقه طبعا. زي ما حضرتك قلت لفظ فسح هو لفظ كروي، من يمارس كره القدم عارف اي حد لاعب بيرقص لاعب بالظبط بنقول دايما فسحه. وبصراحه المانشيت موفق يعني، انا كاهلاوي وانا بتفرج على الماتش هو فعلا الاهلي اتفسح. يعني احنا شفنا في بعض مشاهد ممكن ما اعتدناش عليها بقالنا كتير في الاهلي، ان بيتم تمرير الكره كثيرا في وسط الملعب بين لاعبي الزمالك وبينما كان لاعبي الاهلي غائبين. المهم في النهايه منشط كروي، عنوان كروي. احنا الرياضه بس بتفرق معانا شويه، احيانا بنستخدم عناوين بيها قدر من الشعبويه، يعني ما نقدرش مثلا نستخدمها في الاقتصاد، ما نقدرش نستخدمها في امور، لكن مع الطبيعه. واعتقد ان العنوان كان معبر عن حاله الماتش، وبالعكس ناس كثيره اهلاويه وناس كثيره زملكاويه، واحنا دايما متهمين ما بين شويه اهلاويه وشويه زملكاويه رغم ان مجلس التحرير الجريده يضم اهلاويه وزملكاويه، واحنا طول الوقت بينا يعني
خلاف وجهات النظر حوالين المباريات وحوالين المنتخب وفي توازن الحقيقه يعني يعني حوالين المانشيتات، لكن انا رايي ان دي المانشيت بيعكس كمان حاله حتى الاهلاويه اللي زي حضرتك اللي منزعجين ان يكون ده مستوى الفريق قبل البطوله الافريقيه. الناس عارفه طبعا ان الدوري خلاص ماتش الوداد 25 سبتمبر يعني فده ناس يعني المستوى ما كانش بالنسبه لكثير من الاهلاويه ما كانش حد يتوقعه وخاصه زي ما بقول لك هي كل قلق الناس خلاص الدوري بنسبه كبيره نعم رايح للاهلي، وبالاضافه طبعا لفكره ان دايما ماتشات الاهلي والزمالك بيعتبروا دوري خاص طبعا يعني طبعا وذات ان اخر ماتش حصل موضوع الاتوبيس زي ما حضرتك قلت ولاعيبي الزمالك غابوا عن المباراه فكل الناس متحمسه، واخر ماتش اللي قبله كان السوبر طبعا والزمالك فاز، فكان في تحفز لدى جماهير الاهلي للتعويض والاجاده وايضا الاطمئنان على الفريق، خاصه ان الفريق خلال الثلاث مباريات اللي قبل الزمالك كان دون المستوى يعني حقيقي او بيتعزز على الانتاج الحربي او اسوان او غيرها، كان يعني ما كانش الفريق في مستوى اللي الناس اعتمدت عليه ما قبل كورونا. صح. فالناس دي كان عندها امل ان طبعا بقى اضيف بقى قصص رمضان صبحي واحمد فتحي يعني قصص كتير وحسام عاشور والمشاكل اللي عمالين بنسمع عنها جوه النادي الاهلي يعني. وفي حاجه غريبه في الاهلي اليومين دول يعني الاهلي انا دايما اقول في حاجه غلط بقى لي فتره الاهلي في حاجه غلط، الاهلي عمره ما كان عنده مشاكل في الضخامه دي وبالمشكله دي وبدل ما راي والله استاذ محمود انا كنت ناوي بس اتكلم مع حضرتك على المانشيت بتاع فسح ولكن عشان نوضح الجزئيه دي، ولكن كده حضرتك اثرت فضولي ان انا اسال كمان سؤال في الكوره بقى. اتفضل. الله يخلي حضرتك. دلوقتي لجنه التخطيط برئاسه كابتن محسن صالح، دلوقتي كابتن خطيب بيقول لها تدخلي ويمكن كمان تتدخل في سياسه فايلر خصوصا مع اللعيبه المعارين. هل دلوقتي لجنه التخطيط ظهرت بعد خراب مالطا ولا تفتكر ان لسه قدامها فرصه انها تعمل حاجه؟ بص يعني انا رايي ان في مشكله في الاهلي لازم يتم مراجعتها على يعني على مناقشه واسعه شويه يعني انا رايي الموضوع ما بقاش يجب ان يقتصر على الكابتن خطيب مع تقديرنا ليه ولجنه التخطيط ومدير الكوره، يعني الامور الاخطاء اللي فاتت تقول ان العمليه محتاجه تتناقش بشكل اوسع، محتاج تسمع. انت عندك في الاهلي مشاكل طبيه اصابات متكرره ودلوقتي كانوا عملوا لجنه برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز من فتره ومحدش عارف نتائجها حتى الان، انا مش بسبب الارضيه بسبب التدريبات بسبب الاحمال بسبب محدش عارف لحد دلوقتي. اللي عندك في الاهلي الاهم الخروج الغير موفق بعيدا عن انتقاد الاهلي لهذا الخروج، لكن انتقاد خروج غير موفق الاهلي ما اعتمدش عليه. الاهلي لما حصل موضوع عبد الله السعيد كان بالنسبه له حاجه غريبه، فدلوقتي بدي عبد الله السعيد بعد احمد فتحي بعد رامي بعد حسام عاشور بعد رمضان صبحي، لا الاهلي في حاجه غلط. العقود يا استاذ محمود العقود غير مؤمنه، يعني العقود العقد بيتساب زي عقد رمضان لغايه لما ينتهي العقد ويصبح اللاعب فري، فدي مشكله في العقود عمرنا ما كنا بنشوفها في الاهلي. هم يعني الاهلاويه قالوا او مجلس اداره الاهلي قال ان هم بداوا بدري مع هيدرس فيلد، انا مش بقيت لان يعني دايما اقول اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، هم طبعا يعني اكيد لكن انا ببص على النتائج من بعيد بقول لك لا في مشكله. ما هو الاهلي الناس ما اعتدتش على كده في الاهلي، الناس ما اعتدتش ان عندك واحد زي صالح جمعه انت بقالك دلوقتي داخل على موسم كامل ما بتلعبوش وبتدفع له فلوس. شريف اكرامي مشيته وهتدفع له فلوس. احمد فتحي ما بتستخدموش ومصر تجيب محمد هاني اللي فيه فرق مستوى رهيب رهيب واخد بالك؟ وبرضه بتدفع له فلوس.